تم تأسيس اتحاد ستار في على أثر استشهاد الشهيدة شيلان الفتاة السائرة التي ترفض الخنوع والاستسلام والعبودية. شيلان باقي التي أصبحت رمزا وأساسا لنضال المرأة في سوريا وفي شمال وشرق سوريا. وحتى الآن هذه الخطوة الإيجابية التي وضعت لبنة الأساسية لكفاح ونضال وجهود المرأة خلال على مر التاريخ تم تتويجها بتأسيس اتحاد ستار في 15/1 عام 2015 على أثر استشهادها، كان جوابا لائقا لشهادتها فيما بين المجتمع على كافة الأصعدة ومن جميع النواحي، من الناحية الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والنفسية، على جميع من جميع النواحي على جميع الأصعدة تم تدريب المرأة وتوعيتها وتنظيمها ضمن هذا التنظيم. والمرأة بعد توعيتها وتدريبها وتنظيمها أصبحت تلعب دورها فيما بين أفراد المجتمع بتنظيم النساء، كافة النساء، وتتواصل مع كافة النساء، وأصبحت ريادية وإدارية في استقطاب النساء بالتعرف على حقيقتها وعلى دورها في المجتمع وإحياء تاريخها من جديد وكتابة تاريخها من جديد بمعاشاة هذا التاريخ وكتابتها. وأصبحت لديها مبادرة إرادة ومبادرة في تقرير مصيرها وحل أمورها اليومية وقضاياها الأساسية هي القضايا الجنسية والطبقية، حتى أصبحت ريادية في إدارة المرحلة ونظمت نفسها على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات وخاصة إنعاش وإحياء ثقافتها، ثقافة الآلهة الأم، إحياء تراثها وعاداتها التي تطور المجتمع، وأصبح للمجتمع إرادة وقيمة ووزن لها في المراحل الكثيرة من عام 2015 وحتى الآن. وبجهودها وبنضالها ونشاطاتها أصبحت مركزا لاستقطاب كافة النساء التي تبحث عن حريتها، تبحث عن تحقيق أهدافها، تبحث عن حريتها لكي أن تكون فردا، أن تكون فردا فعالا في المجتمع في إدارة نفسها وفي إدارة مجتمعها. لذلك تم من خلال هذه السنوات مشاركة أكثر النساء، واسمها يأتي من اتحاد النجوم، يعني اتحاد ستار هو اتحاد كل امرأة، كما يعرفها القائد من فكر فلسفة القائد، أن كل امرأة مثل نجمتين تسطع وتشع نورها بفكرها بتوعيتها بفلسفتها بمعرفتها من حولها، تنشر النور والفلسفة والعلم والمعرفة لإدارة المجتمع. لذلك تم تسميتها من قبل القائد باتحاد ستار بمعنى اتحاد النجوم، وكان مركزا لاستقطاب كما قلنا النساء كافة، النساء الكرديات والعربيات والتركمانيات، يعني تشاركت جميع النساء في هذا بانضمام إلى هذا الاتحاد، وتوسع الاتحاد، ولأول مرة تم ترسيخ وتبني الإدارة الذاتية، فكرة الإدارة الذاتية وتطبيق الرئاسة المشتركة في المؤسسات وفي الإدارة وفي الأحزاب السياسية، وخاصة نظمت نفسها بعد توعيتها وتنظيمها ووصلت إلى مرحلة استطاعت أن تلعب دورها على الساحة السياسية وأن تطبق نظام الإدارة المشتركة أو الرئاسة المشتركة. وحتى الآن لأول مرة في التاريخ من بعد المشتركة
المجتمع الطبيعي، وحتى الآن أول مرة تطبق هذا النظام كما مطبق في المجتمع، كما النظام المجتمعي الموجود في المجتمع، النظام المجتمعي الديمقراطي الذي يحتضن كافة الأفراد المجتمع، الأطفال والشبيبة والمرأة والجميع أفراد المجتمع، ومن خلال نضالها وكفاحها نظمت نفسها على في جميع اللجان، كلجنة اللغة ولجنة الصحة ولجنة الاقتصادية ولجنة الحماية التي هي اللجنة الأساسية عندما لحماية نشاطاتها، لحماية تنظيمها، لحماية مجتمعها وحماية نفسها في نفس الوقت، وأصبحت تلعب دورها ووصلت إلى مرحلة أن تقود المراحل، أن تدافع عن المكتسبات التي اكتسبتها المرأة خلال ثورة روجافا التي بدأت في روجافا في بداية الحراك الذي بدأ في سوريا. لعبت دور المرأة دور الريادي في إدارة المرحلة وفي قيادة الثورة التي سميت ثورة روجافا بثورة المرأة، وحمت جميع المكتسبات التي اكتسبتها بفضل جهود الشهيدات القائدات الطليعيات اللواتي ضحينا بأغلى ما لدينا وسطرنا ملاحم بطولية في التاريخ، وكتبت تاريخها بنفسها. ولذلك كما يقول القائد، تاريخ عبودية المرأة لم يدون بعد، وإنما في انتظار تدوين تاريخ حرية المرأة. بعد انضمام الكثير من النساء والإداريات والرياديات والطليعيات، وبعد نجاح هذه الثورة تم توسيع المجلس، مجلس اتحاد السار، وبعد وتشكيل بعض اللجان منها لجنة التدريب واللجنة الاجتماعية ولجنة الثقافة ولجنة الصحة والحماية، تم توسيع هذا المجلس، وأصبح بعد إعلان الإدارة الذاتية لعبت المرأة دورها الريادي في ترسيخ هذه الإدارة، وشاركت بشكل فعال ولعبت دورها في إدارة الإدارة الذاتية. وثم بعد توسع هذا المجلس وتطلب بعد المجلس اتحاد أن يتحول إلى في عام 2016 أصبح اسم الاتحاد باسم مؤتمر ستارك، أصبح مؤتمرا لتوسع المجلس واستقطاب كافة النساء على مستوى سوريا وعلى مستوى الثورة الموجودة في سوريا والحراك الموجود، وأصبح رمزا للنضال المرأة والحراك الذي وأصبح قوة الحل لحل قضايا الأساسية في المجتمع، قضايا الاجتماعية، القضايا الجنسية والقضايا الفكرية قبل كل شيء، وأصبحت تستطيع أن تحمي مجتمعية وتدافع عن ترابها وأن تدافع عن مقدساتها وعن قيم المجتمعية وعن مكتسبات الثورة، وأصبحت بعد تحرير كوباني باستشهاد هافالي آرين ميركان التي أثبتت نفسها أنها بقوتها استطاعت أن تدحر قوة داعش في كوباني عام 2014، وفتحت أبواب الدبلوماسية أمام القضية الكردية التي كانت ضمن إطار أو ضمن قوقعة الشرق الأوسط لا يسمح لها بأي تتصدر إلى الساحات الدولية، باستشهاد هافال آرين ميركان بالعمل الفدائي التي قامت بها فتحت أبواب الدبلوماسية على مستوى العالم، وأصبحت أن تؤثر على ببصماتها، بنشاطاتها، بنضالها، بدفاعها عن مكتسبات المرأة التي اكتسبتها خلال هذه الثورة، وأصبحت تؤثر على السياسة العالمية. هناك مستجدات جديدة وتغيرات، وأثرت على السياسة العالمية في أن تتغير سياستها، ولو أنها لا تستطيع أن تحد من نشاطنا ونضالنا، ولكن هناك بصمات المرأة على هذه الثورة المجتمعية التي حولت ثورة روجافا من ثورة الشعب إلى ثورة المرأة إلى ثورة مجتمعية تحتضن جميع كافة أفراد المجتمع، ومتنت من توطيد مكنت وغطت جبهة
النضالية، الجبهة الإيديولوجية، الجبهة السياسية، الجبهة العسكرية، الجبهة التي تدافع عن مكتسبات هذه الثورة. نظمت نفسها بين المجتمع على كافة الأصعدة ومن جميع النواحي، وأصبحت قوة المقاومة. وحتى الآن خلال 4-5 سنوات وحتى الآن تقاوم وتنظم المرأة، وخاصة نظمت المرأة العربية والمرأة التركمانية هنا، وأصبحت قوة لا يستهان بها، وغيرت من موازين السياسة الموجودة هنا ومن الموازين المقاومة، وما زالت تقاوم وتناضل وتكافح وتنظم المرأة، وأصبحت نموذجا يحتذى بها في على مستوى شمال سوريا وسوريا وشرق الأوسط والعالم. وبهذه المناسبة نهنئ جميع النساء بهذه المناسبة، وندعو كافة النساء أن تنضم وتتعرف على نفسها وعلى حقيقتها، وأن تنظم نفسها في اللجان التي تريدها حسب إمكانيتها، وأن تكون قوة المقاومة وتنضم إلى هذه المرحلة بالوصول إلى تحقيق الأهداف.